شكرا. شكرا لك يا ماجد. انتقل إلى عماد أيضا. معنا الأخ عماد من الدمام. عماد. ألو. نعم يا عماد، حياك الله، تفضل. الله يحييك. عندي سؤال واحد للشيخ لو سمحت. عطنا إياه وتفضل. الحين أنا بأخر صلاة العشاء اللي هي الوتر، بأخرها لآخر الليل، وأحيانا أنا نام ما صليها، فعليها اسم ولا شيء؟ العشاء ولا الوتر؟ الوتر. طيب شكرا جزيلا. أبي من الشيخ بس إنه يدعي لي بس لو سمحت. طيب طيب. عماد يسأل عن تأخير صلاة الوتر ليلا. أفضل تأخيرها، كل ما تأخر أفضل، لأن الوتر إنما ينتهي بطلوع الفجر، طلوع الفجر الثاني ووقت السحر ينتهي بذلك، وكل ما تأخر قبل السحر فهو أفضل. نعم.